البرلمان اليوناني يصادق بصفة أولية على الإجراءات التي طالب بها الدائنون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل الاستفادة من حزمة المساعدات المالية الثانية التي تبلغ قيمتها مليارين يورو. نواب البرلمان صوتوا بالأغلبية المدعومة من التحالف الحكومي الذي يضم اليسار واليمين السيادي لصالح القانون. وتزامنا مع تصويت البرلمان تظاهر الآلاف من اليونانيين بالعاصمة أثينا اعتراضا على سياسة التقشف. نحن اليوم العمال والعاطلين والمتقاعدين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين نقف جنوبا إلى جنوب في وجه هذه الإجراءات الجديدة التي ستقودنا إلى مرحلة صعبة. نحن نشكل جبهة شعبية للمقاومة وإسقاط هذه التدابير، يقول زعيم كونفدرالية نقابات الوظيف العمومي. الموافقة على هذا القانون هو شرط وضعه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لدفع القسم المقبل من حزمة المساعدات المالية. مطالب النقابات العمالية تتعلق بوقف سياسة التقشف ومقاومة الإجراءات الجديدة بعد شهر واحد من الانتخابات التشريعية التي منحت الفوز بأغلبية كبيرة لزعيم حزب سيريزا أليكسيس سيبراس، يقول مراسل يورونيوز. ومع هذا لم يتوانى العمال الخروج في المظاهرات للتعبير عن معارضتهم الشديدة للتدابير المقبلة.